صرح بغداد التراثي وأيقونة منطقة زيون التجاري، سوق الثلاثاء المركزي، وبعد شموخ دام لسنين طوال منذ أن تأسس عام 1974 على يد المصمم فهران ستراك، يتحول اليوم إلى ركاما حيث تقرر هدمه ومنح فرصة استثمارية لبناء مول بنفس موقع السوق. انطاه شو اسمه المستثمر، نعم، لمدة 50 سنة يبنيها مول. عندنا أماكن فارغة يستثمروها يسووها مولات، بس هاي يعني حرام، بعدها بناية قوية. اقتصاديون ومتابعون للشأن العراقي وصفوا ما تعرض إليه السوق بأنه قتل لروح بغداد التراثية وصفقات فساد متجددة تحت مسمى الاستثمار. هذا الموضوع يتعارض كثيرا مع كيفية ذهاب رؤساء الهيئات سواء في بغداد أو المحافظات وخاصة في العاصمة بغداد لإعطاء هذه المراكز الحساسة والكبيرة والعملاقة لمستثمرين أولا غير أكفاء، ثانيا تحوم حولهم الكثير من شبهات الفساد. ويعني بغداد شهدت، العاصمة شهدت منذ عام 2003 لغاية الآن منح جميع المساحات الخضراء والمهمة وكذلك المناطق المراكز التجارية الكبيرة بضمنها الأسواق المركزية بضمنها سوق الثلاثاء إلى متنفذين مستثمرين تحت يافطة استثمار. بغداد ليست بحاجة لمولات، توقيع المولات في بغداد مواقع خاطئة يؤدي إلى كثافة في الازدحامات. المولات عادة تقع في رينج رود، يعني الطريق الحولي الذي يكون حول العاصمة ولا تكون في قلب العاصمة. نلاحظ هناك ازدحامات في المولات في قلب بغداد مما أدى إلى اكتظاظ وزحام لا مبرر له. كان الأولى أن يستخدم مكان سوق الثلاثاء لتقديم خدمات صحية أو أي خدمة اجتماعية أخرى بدل من المول. سوق الثلاثاء يرجعه بعض المؤرخين إلى سوق أثري قديم في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، ومن ثم اتخذت الحكومات العراقية آنذاك خطوة استعادة مكانة المعالم التراثية ومنها سوق الثلاثاء من خلال بناء مجمع تجاري يحمل ذات الاسم ليصبح الآن في خبر كان. على حطام هذا السوق ينعى البغداديون هذه التحفة المعمارية الاقتصادية، وأمانة العاصمة لا تجد في هذا السوق سوى أشخاص عبثوا في جمال بغداد ورونقها، وما بين القوسين أصوات تصدح لكثرة السارقين لحقوقها، وعاصمة تنتظر الإفراج عنها من سجن الوعود. من سوق الثلاثاء في بغداد، ندى المرسومي، التغيير.